يعتبر الأب في الولي الشرعي للطفل القاصر ثم يتبعه في حال غيابه وصيه، أي الشخص الذي يختاره قبل الوفاة، وقد يكون ذلك زوجته أو أي شخص آخر يعتقد أو يعتقد أنه أهل لتحمل مسؤوليات أطفاله ضمن ما يسميه القانون حجة الوصاية. ما هي هذه الحجة وما أبرز بنودها؟ هل لها شروط محددة؟ سنتعرف على هذه الإجابات مع المحامية فادية خير الدين، طبعا من الدستور الأردني والقانون الأردني. أهلا وسهلا فيك ست فادية، صباح الخير. سعد صباحكم. دائما فكرة الوصاية ترتبط بالأبوة، يعني كونه هو الراعي لهذه الأسرة. في حال غياب الأب شرعا لمن تقول هذه الوصاية؟ أولا لابد من تعريف ما هي الوصاية، لأنه الأغلب ما بيعرف شو هي الوصاية. الوصاية هي نوع من أنواع النيابة، النيابة وتكون بمصدرها الوصي مثل ما تفضلتي، إذا كان الأب هو الذي عين الوصي من بعده ممكن أن تكون من الأب أو من القاضي. الوصاية تكون على رعاية، تكون لرعاية اليتيم أو القاصر أو المحجور عليه، رعايته وإدارة أموره المالية. يعني ترتبط هذه الوصاية بالأمور المالية والرعاية، ولا لها شروط معينة حتى تكتمل فيها فكرة الوصاية؟ نعم نعم، لقد نص القانون، طبعا نص القانون على شروط معينة في شخص الوصي لابد من توفرها، وإذا سلبت أو فقدت أو فقد أي شرط من هذه الشروط فبتنتهي الوصاية. ما هي هذه الشروط تحديدا أو أبرزها؟ الشروط نص عليها على ما أذكر، نص المادة 231 من قانون الأحوال الشخصية الأردني. أول شيء لابد أن يكون الوصي كامل الأهلية، أن يكون قادر على رعاية شؤون القاصر من النواحي المالية. هنا نعم نعم، من النواحي المالية، أن لا يكون بينه وبين القاصر أي نزاع قضائي، أن لا يكون قد حكم على الوصي بأي حكم يتعلق بالأخلاق أو بالنزاهة، أن لا يكون قد أشهر إفلاسه أو أعلن إعساره. عندما نتحدث هنا عن الوصاية دائما نتحدث أنه العائلة بالدرجة الأولى، إن كان نتحدث عن الأم، أحيانا الجد، الجدة، غيرها. هل هذا في هناك ترتيب معين لفكرة الوصاية؟ أحيانا العم في حال مثلا وفاة الأب. وهنا نتحدث أيضا عن الوصية التي يوصي بها الأب، يعني هل هناك يعترف القانون بفكرة أنه الأب يوصي أن يكون فلان مثلا هو الوصي على أولادي من بعد؟ نعم نعم، الوصاية بداية هي للأب ثم للجد ثم للقاضي أو من يعينه القاضي، وممكن أن تكون ذكر وممكن أن تكون أنثى حسب نص المادة. يعني هي لا تذهب للأم بشكل مباشر؟ لا 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 لا، هي بالأصل للأب ثم للجد ثم للقاضي. نعم، إذا يجب أن يكون هناك ولي ذكر بهذه الحالة. وصي. وصي عفوا. نعم. وصي رجل بالدرجة الأولى. بالدرجة الأولى وصي اللي هو الأب ثم الجد. هلأ إذا ما وجد الأب أو لم يوجد الجد أو اختل فيهم أحد الشروط الواجب توفرها بالوصاية بالوصي، فبتكون للقاضي، وللقاضي أن يعين الوصي المكتملة في هاي الشروط. وما قيد القانون، لم يقيد أن تكون للذكر. لا، ممكن أن تكون الأم، ممكن أن تكون الجدة، أو ممكن أن يكون شخص ما له أي علاقة بالقاصر بتعيين من المحكمة. نعم، يعني الأمور الأسرية يمكن هي حساسة جدا، وهناك الكثير من التفاصيل يمكن بحسب القصص التي ترونها أو حتى من بعض الحالات. هل من الممكن أن يفقد الأب الوصاية حتى وهو على قيد الحياة؟ نعم نعم، إذا اختل في أي شرط من الشروط، إذا فقد الأهلية، إذا غاب عن البلد، لأنه يشترط في الوصي عدم الغياب، عدم السفر بشكل من دائم. من يقرر أنه مثلا يفقد الأب الوصاية؟ انتهاء الوصاية، انتهاء الوصاية سواء كان الأب أو الجد أو أيا كان الوصي، انتهاء الوصاية ممكن أن تكون من الشخص نفسه، ممكن أن تكون بحكم المحكمة، ممكن أن تكون من الشخص نفسه إذا أنهى هو الوصاية، قدم استقالته للمحكمة وللمحكمة أن تقبل استقالته. ممكن أن تكون من المحكمة بقرار بفسخ هذه الوصاية إذا اختل في زي ما حكينا أحد الشروط. نعم، يعني عندما نتحدث عن فكرة الوصي
هل بيكون في مراقبة من الجهات المعنية على تحقيق الوصاية بالشكل اللائق والمطلوب من المحكمة أو حسب أمر القاضي؟ هلا الوصي عليه إدارة أموال القاصر، إدارة الأموال وتنميتها، فيما يتعلق أو التصرفات التي تتعلق بالمال من بيع، من رهن، من إزالة شيوع، لابد أن تكون بإجراءات معينة من المحكمة وبموافقة المحكمة، فهي عليها مراقبة. وإضافة إلى أنه كل 6 أشهر بنص القانون يجب أن يقدم الوصي تقرير بكامل الأعمال اللي قام بها، تقرير للمحكمة المختصة. طيب عندما نتحدث عن شؤون العائلة والأولاد وكان الأب متوفى والجد هو الوصي على الأولاد والأم موجودة وهي التي ترعى الأولاد، قرارات المتعلقة بالأولاد وخاصة بسن معين يمكن تنتهي عند سن البلوغ، نعم بإكمال القاصر 18. نعم، هل من الممكن أن يكون هناك بعض الصراع؟ هل هناك كلمة أعلى من كلمة على الأولاد فيما يخص مستقبلهم، تنمية أموالهم بين الأم والوصي؟ هلا مثل ما حكينا مسبقا كل أعمال الوصي مراقبة من قبل القاضي الشرعي، لم تترك لأهوائهم الشخصية. الآن بالنسبة للأعمال أو آسف القرارات الصادرة من الجد، أنت تفضلتي أنه الجد هو الوصي. نعم الجد والأم على قيد نعم، علما أنه ممكن أن يكون الوصي شخص وممكن يكون شخصين وممكن يكون أكثر، يعني ممكن يكون الوصاية للجد مع الأم بقرار من المحكمة، وصاية مشتركة. نعم وصاية مشتركة، ممكن أن يكونوا منفردين أو مجتمعين. بالنسبة للقرارات اللي المأخوذة بأموال القاصر بالمراقبة عليها، يجب أن تكون تصرفات تنمي هذه الأموال، تنميها، إحنا بنحكي عن الأموال تحديدا. صحيح. صح بهذه الزاوية. صحيح. فيجب أن تنمي هذه الأموال بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ولكن يعني هي يمكن ومراقبة. نعم ومراقبة. هي فكرة دائما المشاركة يجب الرجوع بها إلى المحكمة بشكل أو بآخر حتى يعني لا تتعارض مع أي من هذه النصوص. نعم بكل الأحوال بكل الحالات عندما وافق هذا الوصي ونصب نفسه وشال هاي المسؤولية والأمانة، هو بيعلم منذ البداية أنه لازم خلال كل 6 أشهر يقدم تقرير للمحكمة بالأعمال اللي صادرة منه خلال 6 أشهر الماضية. إذا علمت الأم وما كانت وصي أو علم أحد الأشخاص بتجاوزات من الوصي، فعليه اللجوء فوراً للمحكمة المختصة. نعم. وتقديم الدلائل على ذلك، وبيصدر قرار من المحكمة المختصة. نعم. بعزل هذا الوصي. أكيد بنتمنى دائما الصحة للأب والأم والعائلة، ويعني أكيد هناك الكثير من التفاصيل في الشؤون الأسرية. شكرا. نعم. لوجودك. نعم. معنا. نعم. فادية خير الدين المحامية. نعم. الاستشارية القانونية، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. صباح الخير. أهلا وسهلا.